السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناة عالم سارة. أتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. بما أننا في سلسلة حلويات عيد الفطر، كنقترح عليكم حلوى ديال التمر الشمالية الأصيلة بمكونات بسيطة وسريعة التحضير. نبدأ على بركة الله، نتعرفوا على المكونات. المقادير هي 250 غرام من الزبدة النوعية الممتازة حسب درجة حرارة المطبخ، 3 مغارف كبارين ديال ماء الزهر، 3 مغارف كبارين ديال سكر كلاصي، راس معلقة ديال خميرة الحلويات، والدقيق حسب العجين. هذا هو القوام ديال العجين ديالنا، خصو يجي على هذا الشكل. هذا من بعد ما جمعنا العجين ديالنا، كنلويوه في السلوفان اولا بلاستيك غذائي، وكندوزو لتحضير الحشوه. عندنا 250 غرام ديال التمر معجون، عندنا مغرفه كبيره ديال الزبده، عندنا نص كاس ديال القرقاع مهرمج، 3 ديال المعالق كبارين ديال ماء الزهر، وملعقة صغيرة من القرفة. في هذه الأثناء كنطلقوا العجين ديالنا، كنجيبوا كأس وكنشكلوا العجين ديالنا على شكل دوائر. من بعد ما سلينا العجين ديالنا، كندخلو الفرن على 180 درجة، كنشعلو الفرن من فوق ومن تحت. الحلوة ديالنا بعد ما خرجناها من الفرن، كنفندوها في سكر كلاصي. هذه هي النتيجة ديال الحلوى هذا التمر اللي حضرناها معكم. نتمنى تكون نالت الإعجاب ديالكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم ما هو جديد، ودعموني بلايك. كنتمنى تجربوا هذه الوصفة وتردوا لي في التعليقات. إلى اللقاء، عيد مبارك سعيد.